اطلع برات البيت بسرعة، روح من هون. انت كيف بتتجرأ تجي لهون اليوم بعد كل شي عملته معي؟ انا بس كنت خايف عليكي وعلى الولاد. صدقني انا صرت سامعة منك هالحكي 100 مرة. كتير بيهمك كون منيحة انا والولاد، تماما مثل ما كان يحكي معنا كارول. انا اسف اني ذكرتك فيه هلا. عادي، انتو نفس الشي، انتو الاثنين كتير اذيتوني بحياتي الي ولولادي، وهلا جاي لهون مشان تقول انك خايف علينا. صدقيني عن جد كنت خايف عليكم. ولما كنت عم بتجهز لشغلك ما كنت بتعرف شو ممكن يصير فيني؟ يعني ما كنت خايف علي بهداك الوقت؟ ما همك شو رح يصير؟ طلع من هون، ما عاد بدي شوف وشك ابدا. لا ما بدي روح، ما فيني اتركك. ليش؟ لسه عندك شي بدك تقوله؟ ايه بس انا ما عاد بدي اسمعك، طلع لبرا فورا، روح من هون. ما تحكي هيك سيمونا، انا بحبك.